أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: سد الذرائع يا فتى في شرعنا أصل عظيم ثابت الأركان، بل هو ربع الدين. سد الذرائع قاعدة يدخل فيها ربع الدين. فإن سألني سائل وقال: وكيف يدخل فيها ربع الدين؟ أقول بهذا التفصيل الذي أريدكم أن ترفعوا رؤوسكم وتضعوا أقلامكم حتى تنتبهوا له. الدين، تبعوا معي، إما افعل أو لا تفعل، أليس كذلك؟ طيب، افعل، إما افعل مقاصد أو افعل وسائل. إما افعل يعني المأمورات، إما مأمورات مقاصد أو مأمورات. سد الذرائع لا شأن لها في افعل ومتعلقيه. إذا نصف الدين الأول لا شأن لسد الذرائع فيه. أتينا لقضية لا تفعل وهي المنهيات. المنهيات إما منهيات مقاصد وإما وسائل، فسد الذرائع في منهيات الوسائل. إذن الدين إما مأمورات مقاصد أو مأمورات وسائل أو منهيات مقاصد أو منهيات وسائل، فسد الذريعة ربع الدين. فهمتم هذا؟ ونص على ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وهو أهم كتاب أصولي سني سلفي ينبغي لطالب العلم أن يقرأه ويكرر قراءته. فإن ابن القيم في هذا الكتاب يحاول أن يبني الملكة الأصولية على منهج أهل السنة والجماعة، فهو عندي من أفضل كتب الأصول التي ألفت، من أفضل كتب الأصول التي ألفت عندي إعلام الموقعين عن رب العالمين، لمن آتاه الله عز وجل فهما ثاقبا ومعرفة بمقاصد كلام ابن القيم رحمه الله. ولي رسالة مختصرة في قرابة 200 فرع في شرح هذه القاعدة، أسميتها الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة، وهو موجود عندكم في الانترنت لمن أراده. أنتم معي؟ منها مثلا قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا. فإذا نهى الله عز وجل المؤمنين أن يسبوا آلهة الكفار سدا لذريعة سب الكفار لله عز وجل، ليس كذلك؟ وكل ما أفضى إلى الشرك الأكبر فمحرم. لماذا؟ من باب سد الذرائع. فحرمت الشريعة الكتابة على القبر سدا لذريعة الشرك، البناء على القبر سدا لذريعة الشرك، أليس كذلك؟ فروعها كثيرة جدا. بناء المساجد على القبور سدا لذريعة الشرك، الصلاة في المقابر سدا لذريعة الشرك. حرمت الشريعة الزنا، أليس كذلك؟ ثم حرمت ذرائعه كلها، فحرمت النظر إلى المرأة الأجنبية سدا لذريعة الزنا، الخلوة بالأجنبية سدا لذريعة الزنا، سفر المرأة بلا محرم سدا لذريعة إيش؟ الزنا، أليس كذلك؟ وهكذا دواليك في فروع كثيرة لا تتناهى في الشرع قاعدة سد الذرائع. يقول لنا قائل بعد أن شرحنا هذه القاعدة، قال: إذن هذا يقتضي أن نحرم أشياء حلال. فأقول: انتبه انتبه، كل طريق يفضي إلى الحرام، انتبه، كل طريق يفضي إلى الحرام عن علم أو غلبة ظن فالواجب سد هذا، هذه الذريعة التي يجب أن نسدها. لكن هناك طرق قد تفضي إلى الحرام وقد لا تفضي، فلا نعلم ولا يغلب على ظننا، فالأصل أنها مفتوحة. لكن كل طريق يفضي إلى الحرام عن أمرين: عن علم أو غلبة ظن، فهنا يجب أن نسد هذا الباب سدا محكما. لماذا حرم التصوير؟ سدا لذريعة الشرك، أليس كذلك؟ سدا فالشرك والتصوير مرتضعان. لماذا حرم السفر إلى بلاد الكفار إلا بشرطه؟ سدا لذريعة فساد التوحيد أو الوقوع في شيء من الشبهات أو الشهوات. وكذلك حرم المقام أو السكنة بين ظهراني المشركين، أقصد السكنة الاختيارية ليست الاضطرارية، وأنتم تعرفون مقصدي. ها؟ هذا هو سد الذرائع، هذا مطلوب جدا، سد الذرائع مطلوب. بل إننا في سياراتنا، بل إن كثيرا من أنظمة المرور الآن إنما يجمعها سد الذرائع. لو أنك سبرت هذه الذرائع التي أراد المرور سدها ووضع على المخالفات فيها الغرامات الكثيرة لوجدت أنها تحمي المال. فيقولون كل شيء يفضي إلى تلف السيارات فالواجب سده وحفظ النفوس وهكذا. فكثير من أنظمة الدول ترجع إلى قاعدة سد الذرائع.